عم تلعبوا عنا ناسيا بتورينو شوفي يعني وخير ان شاء الله وعم نلعب عندكم شو المشكله يعني انه مستحيل تجيبوا جول عنا كرو عنا يا هلا انت بتقلي بتبلش هلا توترني وتقلي مستحيل بس ليش عم تأشر بايدك بالطريقه يعني كانه انا جاي من ورا اللفت ما فهمت ما قلت لك جاي من ورا اللفتي بس عم أشر بايدي حر لا بس اليوم رح نربح نحن وانتم ما رح تربحوا نعم سمعني اليوم نحن رح نربح إيه انتوا ما لكم خبز عنا بتورينو ايه على اساس نحن اجرين كراسي قاعدين ما رح بتورينو هلا منشوف شو بدك انت هلا بدك تحضر الماتش ولا ما بدك تحضر الماتش بدي احضر الماتش بس انه بس عم حطك بالصوره انه هذا ماتش تمريني بالنسبه لنا يعني. تمرين طب احضره للماتش بقى حطها على وجهك هونيك ما تبلش هيدي ايدك ما تمدها لانه عم نحضر ماتش بكل روح رياضيه طب احضره هيك عم اقول لك بقى عم على القصه رح تفك لي حنكي لانه هيدي الطريقه اللي عملت هيدي انت برام وجهك كمان لدرسي ضاع عم بقلبك عمي شو بدك هلا ما بدي انت شو بدك عم تعلي صوتك بدنا نحضر الماتش على رواق هلا لك رح تحل عني ولا ما رح تحل عني شو عم تخلع لي اخلع لي وجهي لك اخلع لك وجهك عم بقلبك ايدك عنه لك تركوني يلا يا حني نزلوا نزلوا على المرأة ان شاء الله قدي بده وعد وقت ليبلش البلد الله حني نازلين نص دقيقة وبيبلش يخرب بيتك على هالايد اللي عليك ان شاء الله يكون ماتش فيه روح رياضية قد ما بدك فيه روح بحب العنف بالمطوشة اوه